نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، النادي الاهلي نجح فيما يسعى عليه الشوط الاول. اكيد طبعا 1-0 نتيجه كان عايزها النادي الاهلي، والزياده كمان في نقص عدد دلوقتي فريق الترجي، قلب كل الموازين وكل السيناريوهات اللي كان عاملها مدرب الترجي. لكن الاداء مش كل اللي احنا متوقعينه، مش متوقعين اداء النادي الاهلي كده، لكن دايما فوقات انت عايز النتيجه. أيوة. النتيجه 1-0 الشوط اول نتيجه ممتازه، بقول لك كمان يعني وزياده عليك نقص عادي، اعتقد الشوط الثاني هيبقى في صالحك تماما. يعني اللي بتمناه النادي الاهلي يسعى للهدف الثاني، لان كده المباراه انتهت تماما ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. كابتن هاني، بعد الهدف والطرد اتصعبت الامور اكتر على الفريق. مفيش شك طبعا، كلنا قلنا اول ما النادي الاهلي يحرز هدف، وده كان هدف النادي الاهلي انه يحرز. يمكن البدايه ما كانتش زي البدايه المتوقعه، ان احنا نكون في سيطره، لكن ادينا نص الملعب لفريق الترجي. لكن زي ما بنقول يعني دايما المباريات الكبيره بتبقى عباره عن ترجمه اخطاء استغلينا، وده اللي اتكلمنا عليه، ان طاهر محمد طاهر مهم جدا انه يخش راس حربه تاني، يخش في العمق، استلم الكوره بشكل كويس، قدر يحصل على ضرب الجزاء في الوقت النادي الاهلي ما كانش بالحاله اللي احنا كنا نتمناها. لكن بعد الهدف اعتقد خدنا الثقه بشكل كبير. صحيح. جدا بدانا كمان نغير طريقه اللعب، بدا حمدي فتحي يطلع في نص الملعب شويه، الملعب اتعدل بشكل كبير، بدا فيه ثقه، بدانا يعني نمتلك نص الملعب بشكل كبير جدا. نتمنى ان شاء الله الشوط الثاني كمان عمليه تبقى اهدى شويه في الملعب، نستحوذ بشكل افضل، يكون في هدوء شويه في الملعب، لان اول 10 دقائق كان في نوع من انواع الاستعجال والنرفزه ما كانش ليها يعني داعي. لكن هدف مهم جدا يعني بيضع النادي الاهلي زي ما بنقول ثلاث ارباع خلاص يعني. صحيح. موجودين ان شاء الله في النهائي، لكن يبقى ان شاء الله الشوط الثاني بنعدل فيه شويه من ادائنا على الشكل الهجومي، استحواذ يكون اكتر، وان شاء الله باذن الله يعني في نهايه المباراه نقول مبروك للنادي الاهلي، وننتظر بقى العشره ان شاء الله باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن بلال، شفت اداء النادي الاهلي ازاي الشوط الاول؟ انا حاسس ان الشوط الاول اتقسم نصين، لحد الدقيقه 25 ما كانش دخل النادي الاهلي في اجواء المباراه. دي حقيقه. يمكن قلنا قبل الماتش ان الترجي هينزل من بدايه المباراه ضاغط، لانه برده ما عندوش حاجه يبكي عليها بالشكل، مش عايز يسيب نفسه الاخر دقايق في الماتش ويبتدي يعمل المجازفه بتاعته. ابتدى يضغط من بدايه اللقاء، والاهلي ابتدى ان هو يقفل بشكل كويس، لعب بنفس الطريقه اللي لعب بيها يمكن هناك، باستثناء بس التعديل في الحته الهجوميه ان مجدي قفشه ما بيلعبش طرف من الاطراف. انت هناك كنت بتلعب 3-4-3 صريحه، لكن هنا النهارده الطريقه مختلفه شويه، لان قفشه ما بيلعبش طرف من الاطراف، بيضم من نص الملعب كتير، فانت دايما في اوقات كتيره جدا عندك طرف فاضي، ما بتعرفش تشتغل عليه بشكل كويس يعني. صحيح. لكن في النهايه انت سجلت هدف، ودايما حملوه في مباراه النوك اوت، انت مطلوب انك تستغل اخطاء الخصم، لان النهارده الاخطاء بتبقى قليله. النهارده خطا واحد من فرقه الترجي كلفهم هدف. صح. هدف قدر النادي طاهر محمد طاهر قدر يتعامل مع الكره بشكل جيد جدا، دخل ال 18 بنالتي، سجلت هدف. مجريات المباراه هتختلف تماما الشوط الثاني. خلاص انت زياده لعيب مسجل هدف، الثقه هتبقى عند لعيبه النادي الاهلي، التغييرات كمان هتبقى تغييرات بشكل مختلف، كنا ممكن يبقى تغييرات مختلفه لو النتيجه 0-0 يا كابتن، هتبقى بتعمل تغييرات. انا اعتقادي دلوقتي ان لازم مستر موسيماني يغير حالا طاهر محمد طاهر عشان الانذار يعني. قصدك اعتقد بص بعد الجول والشوط هيبتدي يعني الامر ممكن يعني ممكن يسيبه شويه في الملعب، بس عشان فكره التحكيم نفسها بالزبط. يعني دايما بتلاقي التحكيم الافريقي أيوة دايما بعد ما بيحسب ضربه جزاء بتحس انه عايز يدي الخصم فاول، عايز يديله اي حاجه، يعني يديله اي حاجه ده يعني علامه استفهام، لان هي دي اللي تقلق. بس بتحس عايز كده كابتن. بص يعني طاهر برضه لعيب هجومي، يعني الطبيعي ما ياخدش، يعني بس هو عنده سن لعيب ياخد انذار، بس واخد انذار لو مدافع اوكي انا معاك، لو مدافع وعنده انذار معرض ان هو بيترقص يشدك يعمل عرقله حاجه مش مقصوده، لكن برضه انا لعيب بيلعب مهاجم يعني، لما يبقى ممكن يطلع مهاجم، ممكن يطلع في الهواء مع ايوه غصب عنك. بص هتعتمد عليه هو كمان عليه كلاعب يعني في الاول. حمدي فتحي بالمره بقى يا كابتن. لا 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 حمدي فتحي لا 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 هو واخد انذار تقريبا، هو كل واحد واخد انذار وطلعه بره. لا مش شرط. طيب ما ليه طلع طاهر؟ بس انا قلق لان طاهر ممكن يعمل فاولات برضه فيها فتره شويه. انا قلق من حمدي ان حمدي منطقه الالتحامات فيها اكتر طبيعي، ما انا وجهه نظر طبيعي ما غيرش. وطاهر على فكره مش متهور قوي يعني. مش كابتن عادل، ازاي مستر موسيماني هيتعامل سريع مع الشوط الثاني؟ لا اعتقد ممكن نقلب الشوط الثاني، ممكن يبقى 4-2-3-1 ترجع لها ثاني. وممكن حتى لو ما غيرش ممكن يعملها من جوه الملعب، ممكن يعملها بايمن اشرف ناحيه الشمال وبعلي معلول قدامه. ومعين شعبان
معين لا هيلعب بنفس الشكل اللي هو يعني اللي نهى بيه. هو ادى جيم كويس يعني الافضليه للشوط الاول لفرقه الترجي، بس هو عنده نقص عددي دلوقتي، هو عنده نقص عددي وبيشتغل عليه، نزل بساك، نزل مدافع بالزبط. وطلع انيس البدري وبيشتغل بنفس شغله اللي ممكن يبقى 4 1 4 1 شويه، بس هو 4 1 4 4 1 4 4 4 1 انا اسف 4 4 1 وهو ماشي كويس، حتى وهما ناقص العدد هو وصل للجول. هو بص دي مثلا بدايه ده الضغط العالي، لعبوا الضغط العالي منهم ببدايه الشوط الثاني، احنا حضرناش كويس دايما يعني. احنا لما لعبنا ضغط عالي، بص انت عندك كام واحد فاضي؟ اكرم فاضي وعلي معلول فاضي، بس احنا برضو بس الرؤيه ما كناش محضرين له، يعني ما كناش محضرين ده. أي. وطبيعي جدا انا هضغط على الثلاثه، عندي اثنين فاضيين، عندي باكين فاضيين، بس هل معين شعباني هيعمل كده الشوط الثاني؟ لا لا صعب، لا عنده نقص عددي ما يقدرش يعمل كده. بس هو خد بالك في اخر شوط خرج برضه، خرج يلعب من فوق، بس هتبقى برضه هتبقى مجازفه كبيره جدا. طبعا هو هيجازف، هو لازم يجازف، مفيش قدامه حل، لازم تستغل ده، لازم تقتل الجيم بدري يعني. صحيح. طيب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكلم حضراتكم عن احداث الشوط الثاني، وان شاء الله نهني بعض للنادي الاهلي باذن الله ومكسبه ووصوله للدور النهائي. فاصل ونرجع لكم مرة تانية بعد نهاية أحداث المباراة، أرجوكم انتظروا.